بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، مواكبة منا لأشكال التكوين عن بعد التي اختارتها الوزارة والمبادرة التي قامت بها الجامعة الترابية لمدينة أبي الجعد التي اختارت أن تقدم هذه الدروس بالجامعة بشراكة مع شركة سيبر اس ار. سنحاول اليوم أن نتوقف عند درس من الدروس بالنسبة للسنة الثانية ثانوي إعدادي، وهو درس متعلق بالتعبير الإنشاء المتعلق بمهارة المحاكاة. كما رأينا سابقا أن مهارات المحاكاة هي تقوم على التقمص وتقوم على التشخيص، تشخيص المواقف وتشخيص الأدوار والبحث في الوضعيات. اليوم درسنا سيتعلق بمهارة تشخيص أدوار ومحاكاة حكات مواقف حول إشكالات ثقافية وفنية. سابقا رأينا الإشكالات، حل إشكالات سكانية، فسأذكر مرة أخرى بالمحاكاة. فسنتحدث عن المهارة المحاكاة. المحاكاة لغة تفيد المماثلة، المشابهة، التقليد. ونتحدث عن اصطلاحا، يعني في مجالنا نتحدث عن تشخيص وضعيات ومواقف وأدوار عبر التقمص أو التقليد. التقمص والتقليد. سنحاول اليوم خلال هذه الحصة أن نتعرض للمحاكاة من أجل حل مشكل فني ثقافي انسجاما مع المجال الفني الثقافي، مشكل قضية فنية وقضية ثقافية. وسنحاول أن نبحث في العناصر الأساسية المكونة لهذه المهارة، ولكن قبل ذلك سننطلق من النص. سننطلق من نص الانطلاق. نص الانطلاق وهو معي الآن، سنتعرف عليه. يتحدث، يقول نص الانطلاق: يقف الناس اليوم من الأغنية الشعبية المعاصرة موقفين. موقفا مؤيدا يرى أنها إبداع فني يتجاوب معه الجمهور لأنه يعبر عن مشاغل الناس وهمومهم ويدخل المتعة والسرور على نفوسهم وقلوبهم. وموقفا معارضا يرفض هذه الأغاني ويعتبرها سوقية لا تتوفر على حد أدنى من شروط الفن والجمال. إذن هذا هو النص، هذا نص الانطلاق. سنحاول من خلال هذا النص أن نتعرف على القضية والعناصر الأساسية المكونة لهذه المهارة. إذن النص، من خلال تتبعنا أو سماعنا لهذا النص، النص يتحدث عن قضية أساسية. هذه القضية قضية أساسية أو القضية المحورية أو القضية الإشكال، سأسميها القضية إشكال. يتعلق الأمر بالأغنية الشعبية والاختلاف حولها. أغنية الشعبية والاختلاف حولها. فهذا النص يختلف، أو هذه القضية يختلف إزاءها مجموعة من الناس، مجموعة من المواقف. موقف يؤيد الأغنية الشعبية وموقف يعارض هذه الأغنية الشعبية. الموقف الأول، تحديد هنا سأتحدث عن تحديد المواقف. الموقف الأول وهو الموقف المؤيد. ماذا يقول الموقف المؤيد؟ يعني يقدم عليه أن يقدم عناصره الاستدلالية وأساليبه الإقناعية، عليه أن يقدم المبررات والمسوغات
الاجتماعية والثقافية والفنية التي يمكن أن يدحض بها الموقف الآخر، ويمكن أن يثمن ويزكي بهذا الموقف الذي يتأسس عليه. فما هي العناصر التي يقدمها؟ ماذا يقول الموقف المؤيد؟ موقف يؤيد يقول أنها إبداع، ويعتبر أنه أيضا أنه فن يتجاوب معه الجمهور، معه الجمهور إلى غير ذلك. الآن الموقف المعارض، أيضا الموقف المعارض له مبرراته وله وسائله الإقناعية. ماذا يقول هذا الموقف المعارض؟ يقول أنها سوقية، ليست فيها شروط الجمال. إذن لاحظوا معي، المهارة تتأسس أولا على تحديد الإشكال وهو حددناه، ثم تحديد المواقف، ثم إعطاء الأدلة الثلاثة، إعطاء العناصر الاستدلالية التي يقدمها كل موقف على ماذا يتأسس، المبررات، المسوغات، وسائل الإقناع، وسائل الإثبات، وسائل النفي إلى غير ذلك. ثم رابعا، قد يجتهد هذا الذي يتحدث عن هذا الموضوع بتقديم رأيه الشخصي، الرأي الشخصي، قد يكون متحاملا وقد لا يكون متحاملا، قد يدحض موقفا وقد يتعارض مع موقف آخر، وقد يؤيد موقفا آخر، ولكن عليه، ليس بالضرورة أن يجيب على الإشكال، ولكن عليه الأهم بالنسبة لمهارات المحاكاة هو أن يعيد طرح الإشكال من جديد بأسلوبه، بوسائله، وبطريقته الخاصة. فتابعوا معي، سأحاول أن أبرز هذه العناصر، سأبرز هذه العناصر هنا بهذا الشكل من أجل أن نكون أكثر دينامي. لاحظوا، سأتحدث عن هذه العناصر. أولا نتحدث عن يعني الخلاصة، مثلا إذا شئنا نتحدث عن أنه لا بد من تحديد الإشكال، ثانيا تحديد المواقف، ثالثا فحص وتمحيص المواقف، رابعا سأقدم الرأي الشخصي. سنحاول أن نطبق هذه العناصر التي تتأسس عليها مهارة المحاكاة بالنسبة لحل مشكل فني وثقافي انطلاقا من هذه الترسيمة. لاحظوا معي، القضية التي رأيناها في النص هي قضية القضية الإشكال. شنو هي القضية الإشكال؟ هي الاختلاف بشأن الأغنية الشعبية. هذا الاختلاف انقسم حوله المتابعون إلى موقفين، الموقف المؤيد والموقف المعارض. الموقف المؤيد له مبرراته ووسائله، مبرراته أيضا ووسائله، حينما أقول مبررات الإقناعية. ما هي الوسائل الإقناعية التي اعتمد عليها الموقف المؤيد؟ قال أنها إبداع فني، أيضا تجاوب الجمهور، ثم التعبير عن مشاغل ومشاكل الناس،
ثم بث المتعة والسرور. إذن هذه أهم العناصر التي قدمها الموقف المؤيد بخصوص الأغنية الشعبية، الذي يعتبر بأن الأغنية الشعبية هي فن قائم الذات انطلاقا من مجموعة من العناصر، أولا لأنها فن إبداعي، أو ثانيا لأنها تتجاوب مع الجمهور، وهذا ما يقع من خلال ما نراه، ما تنجزه، أو ما هي الآثار التي تخلفها الأغنية الشعبية على قطاع واسع من الناس. ثم أنها أيضا بدورها تعبر عن مجموعة من المشاكل والهموم والمشاغل، يعني قضايا عاطفية مثلا الحب، طلاق، الفراق إلى غير ذلك. ثم أنها أيضا، وهذا هو الأهم وهذا هو سبب تمسك العديد بها، هو أنها تبث المتعة والسرور والإحساس باللذة. إذن هذه المسوغات والوسائل الإقناعية التي يقدمها الموقف المؤيد قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. الآن سنرى ماذا يقدم الموقف المعارض، هل سيضرب عرض الحائط هذه المبررات وهذه المسوغات وسيدحضها جميعا وسيجعل منها مجرد طرف لا أقل ولا أكثر، أم أنه سيسقط أمام الموقف المؤيد؟ الموقف المعارض ماذا يقول؟ أيضا له مبرراته وله مسوغاته، يعتبر أنها سوقية، هي سوقية، ثم أنها لا تتوفر على حد أدنى ناقص، حد أدنى من شروط الفن والجمال. إذن نحن الآن إزاء موقفين، نحن الآن نمحص المواقف، هذه في المرحلة الثالثة. المرحلة الأولى وهو تحديد الإشكال، أننا نعرف بالإشكال ونحيط بالإشكال من كل جوانبه، ثم نعطي الفرصة لهذا الذي سيحلل أنه يتوقف عند المواقف التي تبت في القضية أو في الإشكال. فالموقف المؤيد هو موقف يتأسس على عناصر متعددة من الإقناع والاستدلال. ثم الموقف المعارض الذي يعارضه، فرأينا كل موقف ماذا يقدم. هذا الموقف المؤيد يقدم أساليبه الإقناعية ووضعياته الإقناعية، ثم الموقف المعارض يقدم أيضا مبرراته الإقناعية ومسوغاته الإقناعية والاستدلالية. ماذا بقي لدينا الآن؟ المرحلة الرابعة كما رأينا هو أننا نقدم الرأي الشخصي، وهذا الرأي الشخصي ليس بالضرورة أن يكون مع هذا الطرف أو ذاك، وليس من الضرورة أيضا أن يتحامل على هذا أو ذاك، وليس من الضرورة أيضا أن يجيب على السؤال أو الإشكال، ليس من الضرورة. فالمهارة المحاكاة تستدعي من بين ما تستدعي أن تعيد إنتاج القضية والإشكال من جديد بأسلوب هذا المحلل أو بأسلوب هذا الناقد وهذا الباحث، بطريقته الخاصة بأسلوبه الخاص. فليس من الضروري أن أختلف أو أن أنقد أو أن أعارض الموقف الذي هو ضدي، وليس من الضروري أن لا أقبل بالرأي الآخر. فالرأي الشخصي من شروطه أيضا الاختلاف مع الرأي، ثم أيضا إعادة طرح القضية من جديد. ثم أيضا الرأي الشخصي لا ينبغي أن يكون متحاملا، لا ينبغي أن يكون متحاملا، بل مبنيا على أسس موضوعية. هذه هي مهارة المحاكاة باختصار شديد. أعيد معكم، ماذا نقصد بالمهارة؟ مهارة المحاكاة كما رأينا سابقا تحدثنا عن محاكاة لإشكال سكاني، أنا تحدثت عن محاكاة لموقف أو لحل موقف فني ثقافي. ومن بين القضايا الفنية والثقافية تحدثنا عن الأغنية الشعبية، فلا بد أن نستعرض أهم العناصر التي تؤسس لهذه المهارة بالنسبة لهذا النص.
فأولا نتحدث عن الإشكال، نحدد الإشكال، نحدد معطيات الإشكال، نحدد عناصر الإشكال، ثم مع ذلك نحدد المواقف التي تنظر إلى هذا الإشكال، المواقف المؤيدة والمواقف المعارضة. فكل موقف، الموقف المؤيد له مسوغاته وله مبرراته ووسائله وأساليبه الإقناعية، كذلك الموقف المعارض أيضا يريد أن يدافع عن نفسه ويدحض الموقف المؤيد الآخر من أجل أن يثبت لنفسه أنه ينتصر على الموقف الآخر. هنا ينبغي لكل موقف أن يقدم نفسه بالشكل الأنسب، بالشكل المعقول وبالشكل المنطقي وبالشكل الموضوعي. ثم المطلوب منك أنت كباحث الذي يراقب هذا الوضع والذي يناقش هذا النص أن تدلي بدلوك في هذا الأمر، أن تقدم رأيك الشخصي وتقول مثلا أنه بالنسبة لي أنا أعتبر أنه لا، أنا لست مع هذا أو مع ذاك، وأعتبر أن الأغنية الشعبية كذا وكذا، ولكن تقدم أنت أيضا مجموعة من الأدلة. لا تتحمل الآراء الأخرى، لا تقصي الآراء، قدم رأيك بشكل موضوعي وبشكل ثابت. إذن هذا ما يتعلق بمهارة تشخيص أدوار ومحاكاة حول إشكالية ثقافية وفنية بما يتعلق بحصة الاكتساب. هذه حصة الاكتساب، وسنرى حصة التطبيق بعد لحظات وجيزة. شكرا جزيلا، أجدد الشكر لكم وكل القائمين على هذه المبادرة. شكرا جزيلا لكم.